بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم واولى حلقات حديث الامام الطيب كل عام وكل حضراتكم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك اعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات فضيله الامام كل عام وفضيلتكم بخير بمناسبه اولى حلقات شهر رمضان المبارك مشاهدينا الطيب ان شاء الله كل عام وانتم بخير نود من فضيلاتكم تهنئه بسيطه لمشاهدينا في كافه ارجاء العالم الاسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فيسعدني بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ان ابعث باجمل التهاني واطيب الامنيات الى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يعيده على سيادته وعلى الاسره الكريمة وعلى شعب مصر بالعزة والقوة والرخاء والأمن والسلام، كما أبعث بتهنئتي القلبية إلى أمتنا العربية والإسلامية ملوكاً ورؤساء وأمراء وشعوباً، متمنياً للجميع المزيد من الخير والتقدم والرخاء والأمن والأمان. فضيلة الإمام، قد يتساءل بعض المشاهدين عن اختيار أسماء الله الحسنى كموضوع رئيسي لحلقات شهر رمضان المبارك، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا. هذا سؤال وجيه، وردي أن هذا الموضوع نبع من وحي الظروف التي يمر بها العالم الآن شرقًا وغربًا، دوليًا ومحليًا واقليميًا. ظروف ضاغطه، ظروف فيها خوف، فيها رعب، فيها تضييق على وسائل العيش، فطبعا يعني نحن المؤمنين بالله سبحانه وتعالى لم يعد امامنا الا باب واحد هو الالتجاء الى الله ان يكشف عنا هذه الغمه وهذا الهم، بعدما تاكدنا ان القرارات الدوليه لا تراعي الفقراء ولا البسطاء ولا المرضى ولا المحتاجين ولا حتى الاطفال. في هذه الظروف انا من وجهه نظري ارى ان انسب موضوع ينشغل به الناس هو التوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يوقف هذه الازمه او هذه الماساه وطبعا بابنا او وسيلتنا لهذا هو الدعاء لله سبحانه وتعالى وسنعلم أن الله أمرنا أن ندعوه بهذه الأسماء الحسنى، فوجدت يعني من الأنسب أن نتحدث عن ما هي الأسماء الحسنى وبعد أن نعلمها نحاول أن ندعو الله سبحانه وتعالى بها. وما هي أدلة الأسماء الحسنى من القرآن والسنة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في موطنين في القرآن الكريم في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وفي آية أخرى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى فيه في الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يقول أن لله سبحانه وتعالى أسماء اسمه الأسماء الحسنى ثم هناك أمر ويجب أن ننتبه إلى هذا فادعوه بها هو يأمرنا أن ندعوه بهذه الأسماء وفي نفس الوقت أيضا عندنا أمر بأن نحن نعرض عمن يلغو ويعبث في هذه الاسماء سواء كان بالتغيير او او الى اخره كما سنبين هذا، اذا عندي في القران الكريم اخبار او خبر بان الله له الاسماء الحسنى نعم. وثانيا عندي امر في القران الكريم بان ادعو الله بهذه الاسماء وامر اخر بان لا اتوقف ولا التفت الى الذين يثرثرون ويصفصفون في حول هذه الأسماء الحسنى سواء في الآية الأولى أو في الآية الثانية الآية الثانية تثبت ما تدعو فله الأسماء الحسنى نعم. فإذا هذا نص واضح في القرآن الكريم أيضا يعضده نص في الحديث الشريف إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة واضح الحديث أنه يقول لله أيضا تسعة وتسعين اسما كما قال القرآن لله الأسماء الحسنى لكن في الحديث زيادة بيان وهو أنها أو يعني بيان عدد هذه الأسماء أنها تسعة وتسعون تسعة وتسعون حتى أكدها مئة إلا واحدا ثم يعني يعد من يحصيها حسب لفظ الحديث من أحصاها دخل الجنة فإذا عندي اولا دليل هذه الاسماء من القران نعم. من السنه ثم هو اجماع المسلمين اجماع المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى ان تقوم الساعه على ان لله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى قبل أن نتطرق إلى كيفية حصر الأسماء أو عددها ما أهمية التقرب إلى الله بالدعاء بالأسماء الحسنى بين العبادات المختلفة يعني هذا سؤال عميق الهجابة عليه أعمق ولكن أحاول قدر الإمكان أن أن نخفف للمشاهدين أن حتى تصل الفكرة طبعا يعني هو من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى ذاتٌ ولها ولهذه الذات صفات. نعم. وله ولهذه الذات افعال. نعم. العقل يقول كده، يعني ما دام هناك موجود وخاصة إذا أثبتنا أنه موجود عالم أو أو قادر أو كذا، يعني له فهناك صفات. نعم. ما هي صفات هذا الموجود؟ ثم هناك أفعال له، ما هي أفعال هذا الموجود؟ فطبعا فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى هل إثبات وجود الله كذات أنا أتحدث الآن كذات هل هذا موقوف على يعني أن يأتي نبي أو أن يأتي كتاب من منزل من الله يقول اعلموا أن الله موجود أو أن العقل الذي فطره الله سبحانه وتعالى على نمط معين في التفكير وهو موجود متوفر لدى كل الإنسان هو ممكن يهتدي بنفسه او إلى إثبات وجود الله. نعم. الحقيقة أن إثبات وجود الله يتوقف على العقل. يعني مصدره أو مصدر هذه المعلومة حين أعلم أن الله موجود هو العقل أولاً. وليس الإخبار. لا ويأتي الإخبار مؤيد للعقل. للعقل. يأتي نعم. الإخبار لكن الأول إيه؟ الأول هو العقل. طيب ليه لان الله زود العقل ب بقاعده او ممكن نقول بمحور كل التفكير يدور عليه نعم وهو ما يسمى بقانون السبب والمسبب نعم او العله او المعلول بمعنى ان العقل حين يرى مثلا كرسي جميل يعلم ان وراءه نجار نعم ونجار ماهر حينما يرى منزل يعلم أن وراءه بناء بناه أه حينما يرى مثلا سيارة يعلم أن هناك مصنع وهناك مهندسين وهكذا دائما العقل حين يرى شيء يبحث عن فاعل هذا الشيء فحين يرى هذا الكون ويرى الشجر ويرى البحر ويرى الشمس لا تتأخر والقمر لا مثلا يتخلف ظهوره أو كذا وهذه الدقة هو يقول هناك صانع لهذا, الـ 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 الكون. لهذا الكون كما انه لا يستطيع ان ينكر اذا راى كرسيا ان هذا الكرسي وجد بذاته يعني خشب كده طار و... لا يمكن ان يكون نفسه, نفسه من العدم نعم طبعا ايضا لا يستطيع ان ينكر ان هذا الكون له صانع فاذا قانون العليه بيسموه قانون العليه يعني أو قانون السببيه السببيه السببي. ومع معنى عليه يعني يعني ال 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 الكرسي، ال النجار علة في وجود الكرسي. نعم. أو المهندس أو البناء, البناء علة في وجود, علة في وجود, البيت. وجود يعني هلا والسم الثاني معلول ده مصطلح فلسفي لكن سهل أن نفهمه يعني هو السبب والمسبب. نعم. فإذا ذات الله سبحانه وتعالى يصل إليها العقل ويستطيع أن يفترضها دائماً. نعم. بمجرد اي تامل ولو بسيط في الكون او الكون. الكون لكن بعد ذلك طيب اذا كان انا وصلت بعقلي الى ان هناك صانعا لهذا الكون او هناك اله ما هي صفاته هنا العقل ما يعرفش نعم ما هي افعاله ما يعرفش لانه ده شيء اعلى منه وبالتالي صفات الله سبحانه وتعالى عشان يعني من أجل أن نعرف الله بصفاته وبأفعاله الله سبحانه وتعالى تولى بيان ذلك نعم. بأن وصف نفسه في الكتب المنزلة يعني أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات صدقهم بالمعجزات نعم. وقال لهم قولوا لعبادي أن صفتي كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا فهو جل وعلا من اخبر عن نفسه وعن هو صفاته من أخبر أس... وهو من حدد صفاته، بالتالي هذه هي النوافذ الوحيده التي يستطيع العقل ان يطل منها على صفات الله سبحانه وتعالى، لولا ال ال الكتب السماويه، لولا الانبياء ما كنا نعرف ما هو هذا الاله. ولا ما هو ما هي صفاته؟ ولا ما هي افعاله؟ وبالتالي لا اعرف كيف اتقرب اليه، ولا اعرف كيف اعبده. فإذا هذه الصفات مهمة جدا أولا لأنها فوق العقل. العقل لا يعرفها إذا استقل إذا استقل بدون وحي لا يعرف هو فقط يهتدي إلى كان... نعم. وجود الخلق لأن ولكن الكون لا يعرف الكون فيه مظاهر كثيرة جدا في مظاهر الظلم فربما مثلا استغفر الله يعني والله المثل الأعلى قد يفهم إذا كان ما فيش يعني وحي يقول له اعلم كذا واعلم كذا ممكن يضفي هذه الصفات الجائره التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى على الله لانه ما عندهوش هو اعمى بالنسبه في النقطه دي فاذا هذه الصفات هي التي تحدد له اعلم ان الله كذا وليس كذا نعم ولولا هذه الصفات لولا هذه الاسماء الحسنى لاختلط الامر على العقل ولا ضل ضلالا مبينا في التعرف على الله سبحانه وتعالى اذا هذه هي قيمه الأسماء الحسنى أن تعرف كيف ما, ما هي صفات الله ما هي أفعاله كيف تعبده وإيه الممنوع وإيه الصحة في هذا الكلام إيه الصفة اللي ممكن تطلقها عليه كما قال وإيه الصفات التي يمتنع أو تمتنع أن تطلقها عليه كما أيضا حذر منها فإذا الزاد يستقل بها العقل يستقل ويأتي الرسول أو يأتي الوحي مصدق ومؤيد لكن في الصفات عليك ان على العقل ان يستمع لما يقوله الانبياء من وحي نزل عليهم من الله سبحانه وتعالى اعلم ان الله صفته كذا وكذا وكذا ان افعاله كذا وكذا وكذا الى اخره فضيلة الإمام ولماذا تقترن دائما صفة الحسنى بلفظة الأسماء؟ لأن هي فعلا حسنى في حين تسمعها نعم وحسنى أو حسنة حين يتأملها العقل وحسنة حين يتأملها أو الشعور أو القلب فهي كما كما نعلم فيها صفات الجمال يعني فيها العفو فيها الغفران فيها اللطف فيها الرزق فيها كل دي معاني يعني الانسان يستريح اليها و و و وتزيده اطمئنانا وثقه وهدوءا وسكونا للنفس يعني سيعلم ان الله هو الرزاق ان الله هو الخالق ان الله هو القدير ان الله هو السميع هو البصير كل هذه دي اسماء إن حسنى أنه لن يضيع في هذا العالم لن يضيع وانه دائما طبعا يعني له سند حين يسمعه القلب والعقل يطمئن يطمئن ويبتهج و... فهذه هي الاسماء الحسنى لانه ليس فيها اي صفه من الصفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى فضيله امام يعني الان اثبتنا ان الاسماء تم الاخبار عنها بواسطه الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلمنا انها تدل على صفات الله وافعاله ولكن كيف نتعبد بهذه الأسماء قال العلماء أنك أنت تدعوه يعني تدعو بكل إسم بما يناسب هذا الإسم نعم فمثلا يعني تقول يا رزاق أرزقني نعم فتطلب الرزق, الرزق باسم الرزاق يا سميع اسمع شكايتي نعم. نفس الشيء وبالتالي لا يصح أن تطلب شيئا يتناقض مع او يتضاد مع مدلول هذا الاسم. مثلا ما تقدرش تقول يا رحيم اجعل سأري على من ظلمني. ما دي ما تنفعش إنما لا يتسق المعنى طبعا لان دي عايزه مثلا يا قادر يا قوي يا منتقم يا كذا اجعل سأري على من ظلمني. فآدي فادعوه بها يعني بمعنى ان يتناسب طلب الحاجه المدعو بها مع مضمون مع الاسم المدعو مع مضمون الاسم الذي ندعو به. الدعاء كما يعني نعلم هو مخ العباده حقيقه. و يعني وكثير من الناس ينصرف عن هذا، المفروض فعلا الواحد يكون له التجاء يومي الى الله سبحانه وتعالى، بحاجته الخاصه، بحاجته العامه، بالامور اللي هي حتى في يعني تشغل العالم الانسان يعني قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اي ما تدعو فله الاسماء الحسنى. ونحن مامورون بان ندعو الله بهذه الاسماء. كثير من الصالحين والعلماء لهم اذكار، اذكار الصباح واذكار المساء، واذكار حين تاوي الى النوم، حين تستيقظ من النوم، حين تتوضا، حين ظروف الحياه التي تطورت للاسف الشديد لا تدع للانسان يعني وقتا او هدوءا داخلياً نفسياً يعني يشجعه على على هذا لكن مطلوب أن كل الإنسان دعوات يومية والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا نعم يعني كان دائماً اتصال بالله سبحانه وتعالى شكراً فضيلة الإمام وشكراً لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله.